السلام عليكم مشاهدي الكرام المخلوع مره اخرى مكتوب علينا نحن اليمنيين ان نتذكر بين فتره وفتره ان لدينا شخصا دمر بلدنا وحياتنا واخلاقنا ومستقبلنا ودمر كرامتنا ووحدتنا الى اخره شخص له يعني ليس له عقل عقل الحكيم ولا قلب الاديب ولا شرف العسكري ولا ثقافه الانسان المتحضر ولا اي موهبه من المواهب التي تستحق التقدير هو فقط كما وصفه البردوني مجرد أُمي فقد براءة الأُميين أُمي فقد براءة الأُميين وسمحت له الأقدار أن يصل إلى أهم منصب في الدولة هو منصب رئاسة الجمهورية ليقوم بعدها بتخريب كامل شامل في حياة اليمنيين وها هم اليوم يدفعون ثمن هذه الخطيئة التاريخية التي كان ينبغي ان تصحح في وقت مبكر، هذا الشخص بات يذكرنا بين فتره وفتره بانه دخل الى حياتنا في يوم اسود هو يوم السابع عشر من يوليو عام 1998 في ظل ظروف معقده ما زال دوره فيها غامضا حتى الان وما زالت الفتره برمتها غامضه حتى الان وان كان الشهود وبعض التسريبات الامريكيه يؤكدون انه كان ظالعا في حوادث جسيمه في تلك الفتره مثل حادثه اغتيال الرئيس السابق ابراهيم الحامدي على الاقل نقول على الاقل ان هناك من يتحدث عن ضلوعه في حوادث اغتيال اخرى من بينها حادثه اغتيال الرئيس السابق احمد الغشمي ايضا وهو صديقه بالمناسبه وهناك من يتحدث عن علاقه الرجل بجهاز الموساد الاسرائيلي منذ ان كان ضابطا في تعز عن دلالات هذه المناسبة التي يذكرنا بها المخلوع سنتحدث اليوم ونحن بحاجة دائمة إلى تذكير الناس بالأخطاء النوعية أو الخطايا التي أوصلتهم إلى هذا الوضع المأساوي وفي مقدمتها خطيئة علي عبد الله صالح قبل أيام ذكرتنا قناة المخلوع صالح بيوم توليه السلطة قبل 39 عام من الآن وقام احدهم بتلاوه خطاب المخلوع بهذه المناسبه التعيسه. وبما ان المخلوع مصر على تذكيرنا باليوم الاسود الذي دخل فيه حياتنا السياسيه فسنكون حريصين ايضا على تذكيره هو وانصاره بالجريمه التي اقترفوها في حق اليمن واليمنيين. وبقدر حرصهم على تجميل القبيح سيكون حرصنا على كشف الحقيقه. اللافت ان المخلوع في هذه المره لم يظهر شحمه ولحم لإلقاء الخطاب واكتفى بأن يلقيه بالنيابة عنه شخص مجهول يظهر من صوته وأسلوبه في أداء الجملة الخطابية أنه غير مؤهل لمهمة قراءة خطابات بهذا الشأن يعني يبدو أن الرؤساء تصنعهم يعني مجموعة أجهزة لما يكونوا في منصب الرئاسة هناك أجهزة كثيرة تصنع شخصية الرئيس وتقدم بطريقة لائقة الرجل الان يبدو انه اصبح في وضع لا يحسد عليه حتى خطاب جيد لم يتحصل عليه الامر الثاني الذي يلفت الانتباه هو كثافه الالفاظ الدينيه كلام يعني كانك واقف امام شيخ الاسلام وهيمنه المنظور الاخلاقي في الخطاب وهو ما يرجح ان المخلوق قد كلف احد مشائخ الدين الدائرين في فلكه بكتابة الخطاب بهذه اللغة المقصودة يعني أصبح عندنا رجال دين يدورون حول حول الرئيس مش حول الرسول رجال حول الرئيس رجال دين ومعممين وأصحاب لحى وأصحاب خطاب ديني ربطوا قضيتهم وربطوا الدين برمته بسبلة علي عبد الله صالح يعني هذه من القضايا العجيبة يعني رجل له في منصب رئاسة الدولة وله في وله عالم وله مفكر ولا هو صاحب مشروع نظري ولا ولا شيء يجعل رجل دين يلتحق بشخص مثل هذا شيء عجيب طيب المخلوع ممثل ممثل مسرحي كل يوم يلبس شخصية ويقوم بدورها ولذلك اليوم الدور الجديد الذي سيقوم به علي عبد الله الصالح هو دور حكيم اليمن المتسامح بعد أن قام بدور جيفارة فارس العرب في الفترة السابقة ها هو اليوم يقوم بدور مانديلا بطل السلام يعني لغة التسامح التي ظهرت في الخطاب الأخير والوحدة والسلام التي حرص المخلوع على إبرازها في هذا الخطاب هي نوع من المنظفات المنظفات التي تحاول غسل الصورة الحقيقية للرجل وتاريخه ومن المعروف ان كل حاكم اجرم في حق شعبه اذا واتته الفرصه يقدم نفسك كبطل قومي علي عبد الله صالح يدرك انه لم يكن بطل التنميه في وقت من الاوقات وانه لم يكن حتى بطل الوحده وان كان يقدم نفسك كبطل للوحده لكنه لم يكن بطلا للوحده ولم يكن بطلا للحرب في اي وقت من الاوقات الماضيه ولن يكون بطلا للسلام في المستقبل الوحده صنعها رجال اخرون وصنعها الشعب اليمني برمته هو فقط انتهز الفرصه ليكوم مجموعه السلطات في يده واخرج من الحياه السياسيه كل رفاقه الذين صنعوا معه الوحده يعني علي عبد الله صالح ظل يعمل من اجل مصلحته الخاصه طوال الوقت، لم يستطع ان يحقق مصلحته، ولم يستطع حتى ان يحقق مصلحه شعبه. يعني هذا هو معنى الفشل. هذا هو عنوان الفشل. تنمويا تقع اليمن في اسفل سلم الدول المتخلفه. وطنيا ترك المخلوع البلد ممزق الى ابعد حدود التمزيق. اجتماعيا ترك المخلوع السلطة والقيم الاجتماعية في حالة انحطاط غير مسبوق عسكريا أيضا فشل مذهل تمكن الطائرات السعودية من السيطرة على كامل الأجواء اليمنية في ربع ساعة ما الذي أنجزه المخلوع خلال أربعة عقود من حكم اليمن إذن إذا كان الرجل قد فشل في كل هذه الجوانب فشل في التنمية فشل في الحفاظ على الوحده، فشل في الحفاظ على النسيج الاجتماعي اليمني، دمر النسيج الاخلاقي لليمنيين، دمر الامال والطموحات اليمنيه، طموحات الاجيال، الاقتصاد في الحضيض، ما الذي نجح فيه علي عبد الله صالح حتى يقدمه انصاره اليوم باعتباره مسيحا مخلصا؟ هذه اسئله اسالها العقلاء وانصار علي عبد الله الصالح يعني للاسف ليسوا من هذه الفئه ما كان ل... لو كان فيهم عقل ما استمروا الى الان في مناصره شخص دمر بلدهم الى هذا الحد الى هذا المستوى السؤال الذي يستحق النقاش هو ما الذي ابقى علي صالح في المشهد السياسي حتى اليوم المفروض كان غادر المشهد من وقت مبكر لماذا بقي هذا الخطا الاستراتيجي والسرطان القاتل في الجسد اليمنى حتى اليوم الجواب ليس صعبا هناك مجموعه اخطاء نوعيه في بنيه الحياه السياسيه اليمنيه ساهمت في بقائه ومجموعه عوامل اخرى خارجيه ارادت بقائه من اهم العوامل المحليه التي اسهمت في بقاء علي عبد الله صالح وتمكينه في بقائه في المشهد وتمكينه السياسي غياب المشروع الاستراتيجي والرؤيه الاستراتيجيه للمعارضه اليمنيه لم يكن لدى المعارضه اليمنيه طوال الوقت في الفتره الماضيه وحتى الان حتى هذه اللحظه تقريبا لم يكن لديها مشروعا سياسيا متماسكا لم يكن لديها رؤيه استراتيجيه واضحه عميقه تعمل حساب المستقبل تعمل حساب المتغيرات تقرأ الخصم وتقرأ مشروعه وتتنبأ بمستقبل مشروع الخصم كان المفروض هذا كله حاضر بشكل مدروس وعلمي في آآ آآ لدى المعارضة اليمنية لكن لم يكن لديها هذا المشروع ولم تكن لديها هذه الرؤية الواضحة وبسبب غياب المشروع المتماسك والرؤية الاستراتيجية للمعارضة اليمنية تمكن صالح من توظيف توظيف المعارضه نفسها لصالح مشروعه الصغير. خلونا نضرب مثال توضيحي لهذه الحقيقه. في عام 1990 وضمن شروط الوحده اليمنيه سمح بالتعدديه السياسيه التعدديه الحزبيه وظهرت من ثم المعارضه اليمنيه الى السطح بشكل رسمي. كانت بدايه التسعينيات فتره تاسيس للحياه السياسيه اليمنيه الجديده حياه الدوله الموحده فتره الدوله الموحده كان المنطقي في حينها والمنطقي دائما في فترات التاسيس ان تحرص المعارضه السياسيه على ضمان بقاء الديمقراطيه وحمايتها من الطموحات الفرديه والاستبداديه يعني احنا مشكلتنا الازليه في الوطن العربي مشكلتنا الاساسيه والازليه في الوطن العربي هي مشكله الاستبداد هذا ما ما قرره علماء هذه الامه وعقولها المفكره مشكله العربي الاساسيه هي مشكله الاستبداد كل مشاكل العرب تتفرع بعد ذلك من هذه المشكله الام كان ينبغي للمعارضه العربيه عموما والمعارضه اليمنيه خصوصا ان تعمل على مقاومه ثقافه الاستبداد في المجتمع وتحصين المجتمع من ثقافه الاستبداد، وتطويق مشاريع الاستبداد على المدى البعيد والعميق اجتماعيا وثقافيا. اكثر من يهدد الديمقراطيه والحياه السياسيه في بلدان العالم الثالث هي الجيوش. ولما يكون زمام القوات المسلحه بيد فرد فرد واحد داخل الدوله فهذا يعني ان الديمقراطيه ستواجه خطر اكيد في المستقبل 100% وفي هذه الحالة على المعارضة أن تضع خطة استراتيجية عميقة وواضحة وطويلة المدى وذكية لحماية الحياة الديمقراطية من الزوال على يد العسكر. هذه هي القضية الأساسية التي كان ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن المعارضة طوال الوقت. خطة واضحة مدروسة لتطويق المستبد الذي يفكر في الانتشار ويفكر في التوسع ويفكر في التجذر من اهم هذه من اهم ملامح الخطه او من اهم ادبياتها تشكيل كما قلنا راي عام مضاد للاستبداد وداعم للديمقراطيه في اوساط الجمهور لكي يكون الجمهور هو حصن الديمقراطيه اذا كان الجيش هو حصن المستبد الفرد كان المعارضه ينبغي ان تفكر في ان تجعل الجمهور جيشها ان تجعل الامه نفسها حصنها الحصين إذا كان الحرس الجمهوري هو حصن علي عبد الله صالح فكان ينبغي أن يكون الشعب هو حصن المعارضة ومن ثم يصبح نقد الاستبداد يعني هو الثيمة الأساسية في الخطاب السياسي المعارض. ثيمة يعني الموضوع كان ينبغي أن أن يكون نقد الاستبداد هو الموضوع الأساس في أدبيات المعارضة السياسية. بحيث يصبح الاستبداد في حس الأمة المخاطبة عيب وجريمة لا يمكن القبول بها. مثل اي عيب اخر يتحرج منه الجمهور ودعوني اضرب لكم مثل طريف من تاريخ الشيعة باعتبار الشيعة هم المعارضة السياسية في تاريخنا الاسلامي القديم يوضح هذا المعنى قبل ان نتابع الحديث عن تقصير المعارضة اليمنية في هذا الجانب نبين كيف كيف خدم الشيعة انفسهم باعتبار المعارضة السياسية وكيف رتبوا خطاب يخدم هذا الجانب وبعدين نتكلم عن كيف قصّرت المعارضة وانصرفت إلى قضية أخرى غير قضية نقد الاستبداد؟ عرف التيار الشيعي في التاريخ الإسلامي أو عرف باعتباره أو بوصفه آه. التيار المعارض للحكومات الإسلامية السائدة. وكان التشيع لعلي بن أبي طالب وأحفاده من بعده وأولاده كان آنذاك عبارة عن مظلة للمعارضة السياسية ذات الأغلبية الفارسية كان هناك معارضة فارسية واضحة يعني كثير من الفرس ساءهم سقوط دولة فارس وأيضا ساءهم سلوك الدولة الأموية مع الفرس الأمويون كانوا الى حد كبير يمارسون نوع من العنصريه ضد ضد الفرس، كانوا يعني يكرمون العرقيه العربيه ويقدمونها على غيرها من الاعراق وهذا اوغر صدور الفرس، فما كان منهم الا ان التحقوا بمظله المعارضه السياسيه للامويين وهي مظله علويه. ومن خلال هذه المظله اشتغلوا ضد ليس فقط ضد العرقيه العربيه بل ضد الاسلام في كثير من الاحيان. ادركت هذه المعارضه الفارسيه ان صراعها مع القوه الرئيسيه القوه الرئيسه سيطول وان هزيمه الامويين او العباسيين تحديدا الامويين هو امر مستبعد. ماذا قررت؟ هزيمه العرب تحديدا. فقررت تحويل قضيتها قضيتها السياسية إلى دين وذهبوا أي الفرس والمعارضة السياسية آنذاك تحت راية التشيع ذهبوا يشتغلون على صناعة أدبيات وأيقونات الدين الجديد كل دين له رموز وأيقونات وأدبيات وخطاب ذهبوا في تلك الفتره يصنعون هذه الايقونات وهذه الرموز وهذا الخطاب الجديد فحولوا الصحابي علي بن ابي طالب الى كائن اسطوري كائن اسطوري وحولوا مقتل ابنه او ابنه الحسين الى ملحمه تاريخيه وظلوا ينفخوا في هاتين الحالتين او في هاتين الصورتين الى الى ان كبرت واتسعت في اذهان الناس وفي عقولهم ووجدانهم وبذلوا جهود جباره لاقناع المسلمين بان الله قد هذا هو الاهم انه بذلوا جهود لاقناع المسلمين بان الله قد حدد طريق واحد للسلطه هو طريق التعيين الالهي. الامام او الحاكم او الرئيس قالوا يتم تعيينه من قبل الله. واستبعدوا الشورى استبعدوها تماما من ادبياتهم السياسيه لماذا لان الشورى طريق الشورى او طريق الديمقراطيه بلغه المعاصرين آآ آآ طريق لا يمكن ان يخدم قضيه المعارضه الشيعيه انذاك كانوا يريدون ان يخرجوا الامر او السلطه من تحت ايدي العرب الى ايديهم قضيه الشورى لن تخدمهم لانه لا طبق الشورى السلطة ستظل في ايدي العرب. فما كان منهم الا ان اخترعوا فكرة التعيين الالهي للامام، الامام او الحاكم او رئيس الدولة يتم تعيينه بقرار الهي ووصية من قبل النبي الى الوصي ومن الوصي الى احفاده. اين الشاهد في هذا كله؟ الشاهد هو ان المعارضه اليمنيه كان ينبغي ان تعمل في سبيل مقاومتها للاستبداد ما عمله الفرس في سبيل قضيتهم السياسيه القديمه. يعني كان ينبغي ان تركز المعارضه العربيه عموما يعني جهودها طوال الوقت في ترسيخ الديمقراطيه وتحويل العسكره والاستبداد الى لعنه في ثقافه الشعوب. لعنه. هكذا كان ينبغي أن يركز الخطاب تركيز عالي على تكبيح الاستبداد إلى درجة أن يصبح عيب اجتماعي، لكن المعارضة للأسف استعجلت الوصول إلى السلطة وتركت الإشتغال على هذه القضية الأساسية لماذا؟ قلنا أن الاستبداد هو أم المشكلات وأبوها في المجتمعات العربية كل المشكلات العرب فروع. عن مشكلة الاستبداد كما يقول جمال حمدان المفكر المصري المعروف هذا اولا يعني هذا اولا كان ينبغي ان يحرصوا على الديمقراطيه لهذا السبب اولا وثانيا لان الديمقراطيه هي الضامن الوحيد لبقائهم في الحياه السياسيه بقاء المعارضه عدم تامين الديمقراطيه يعني عدم تامين الحياه السياسيه برمتها اللي حصل ان المعارضه لم تحمي نفسها الذي حصل هو ان المعارضه اليمنيه ممثله باكبر احزابها انذاك تجمع اليمني للاصلاح في فتره تاسيس الحياه السياسيه اليمنيه الجديده انشغلت هذه المعارضه بقضيه اخرى اعطتها كل الجهد والاهتمام وتركت الحياه السياسيه لعلي عبد الله صالح يشكلها على هواه وحسب ما تقتضيه مصلحته ما هي هذه القضيه التي انشغلت بها المعارضه اليمنية في العام 1990 يا ترى؟ نشوف. انشغل حزب الاصلاح في عقد الوحدة الاول في السنوات الاولى للوحدة بقضية الشريعة الاسلامية ودعوة الناس الى المشاركة في الحياة السياسية والى غير ذلك من تربية المجتمع وتثقيفه دينيا وفي العقود التالية توقف حزب الإصلاح عند معركة فساد النظام الحاكم يعني في البداية كانت معركة الإصلاح من أجل الشريعة لا من أجل الديمقراطية هذا في البداية وفي النهاية كانت معركة مع الفساد لا مع الاستبداد وهذا والمخلوع طوال طوال هذه الفتره يرتب لمشروعه الاستبدادي بهدوء وينقض عرى الديمقراطيه عروه عروه لماذا خرجت النخبه اليمنيه لازاحته لما خرجت عفوا النخبه اليمنيه لازاحه المخلوع قبل ان يكمل مشروعه على حساب اليمن كان الاوان قد فات كان الرجل قد بنى دولته الصغيره داخل الدولة وأحرق سمعة المعارضة السياسية واستحوذ على القبيلة التي حمته فيما بعد يعني المعارضة خسرت الوقت الوقت كان عنصر يعمل لصالح المخلوق لا لصالح المعارضة المعارضة استهلكت طاقاتها في قضايا غير أساسية أعزائنا سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا ابقوا معنا مساء يكتمل المشهد حين نلقي الضوء على مستجدات الأحداث النقطة الأولى كانت تتعلق بالضبط بوقف نستكشف تفاصيلها لتكتمل الصورة وتتضح أبعادها يمني. قريب من الواقع. مرحبا بكم من جديد. ما زلنا نتحدث عن أسباب بقاء المخلوع صالح في المشهد السياسي حتى الآن. قلنا في المحور الأول. ان قصور الرؤيه السياسيه لدى المعارضه اليمنيه كان احد العوامل الداخليه لبقائه. هناك مجموعه عوامل داخليه ابقته. وهناك عوامل اخرى داخل يعني غير العوامل الداخليه، هناك العوامل الخارجيه ايضا، فقد كان للعوامل الخارجيه ايضا دور كبير. يعني العوامل الداخليه لم تكن وحدها تعمل. فقد كان للعوامل الخارجيه دور في سواء في وصول المخلوع الى السلطه او في بقائه في المشهد حتى الان. ولم يعد خافيا دور المملكه السعوديه في تاهيل علي صالح للوصول الى السلطه في عقد السبعينيات. آه، الذي يبدو خافيا بالفعل هو دور الموساد نفسه او الولايات المتحده الامريكيه. يعني قد يستغرب البعض من هذا الكلام ويظن اننا نبالغ بسبب موقفنا من الرجل، لا. مسألة ليست مبالغة نحن فقط نحاول تتبع الخيوط المنطقية التي جعلت الظروف الخارجية آنذاك مساعدة لوصول المخلوق هناك ظروف هيأت للمخلوق الوصول ظروف خارجية لو رجعنا مثلا إلى الوراء سبعين سنة سنصل إلى ما يسمى بعصر الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي هذه فترة مهمة تحتاج إلى تأمل في تلك الفترة كانت منطقة الجزيرة العربية ميدان صراع بين المعسكرين، معسكر الاشتراكي الاتحاد السوفيتي ومن معه في منظومته، والمعسكر الرأسمالي بقيادة أمريكا. كان كل طرف يحاول إيجاد موطئ قدم له في المنطقة العربية. وهكذا انقسمت دول المنطقة على المعسكرين. دول التحقت بالمنظومة الاشتراكية، وأخرى التحقت بالمنظومة الرأسمالية الأمريكية. وهنا نأتي إلى بيت القصيد كانت جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه اليمن الجنوبي قد التحقت بالمعسكر الاشتراكي وكان هذا امر يؤرق المملكه العربيه السعوديه ويشغل بال الامريكان ايضا ومما ضعف هذه المخاوف ان الرئيس ابراهيم الحمدي في الشمال كانت له ميول يساريه ناصريه باعتباره كان قريب من الناصريين وكان يسعى مع رفاقه هذه هي المشكله يعني هنا نقطة هنا العقدة يعني انه كان يسعى مع رفاقه في في الجنوب لتحقيق الوحدة اليمنيه هذا يعني ماذا؟ هذا يعني ان اليمن بشطريه سيتجه الى حضن المنظومة الاشتراكية وهنا قرر النظام في السعودية ومعه الامريكان التخلص من ابراهيم الحمدي بايادي محلية هذه الايادي المحلية ذكرها بالاسم تقرير للمخابرات الامريكيه نشر قبل سنوات في الصحافه الاجنبيه قبل سنوات قليله يعني ثلاث الى اربع سنوات بالكثير ونشرته كليكس من بين هذه الاسماء التي نشرها التقرير اسم علي عبد الله صالح وهذا ما يدفع البعض للحديث عن عوامل خارجيه ساهمت في صعود المخلوع للسلطه أما شقيق إبراهيم الحمدي فيؤكد هو وعائلته يؤكدون أن مسؤولية المخلوع عن اغتيال إبراهيم الحمدي تعالوا نستمع وابراهيم قال ليش هذا الدماء وليش هالكذا؟ انا ما مصر على الحكم، انا مستعد اغادر تولي طائره وغيره حل انقلاب بدل ما هذا، وان الغشمي قد كان استجاب لهذا النداء ولكن علي عبد الله الصالح يعني رفض هذا الكلام وقال انه ينبش الارض علينا واطلق النار عليه هذا عليه عطل صالح علي اطلق الرصاص على ابراهيم <applause> كانت تلك احدى العوامل الخارجيه لصعود المخلوق لصعوده اما العوامل الخارجيه لبقائه حتى الان في المشهد فهي كثيره ايضا منها دعم الملك السابق الملك السعودي عبد الله للمخلوع في اللحظات الحرجه عندما قرر ان يوقع اتفاقيه خروجه من السلطه هذا الدعم في تلك اللحظه أعاد للمخلوع طاقته وأعطاه حبل النجاه يعني ولم يكن هذا هو الدعم الوحيد للمخلوع من قبل الجهات الخارجية فقد جاءه المدد أيضا من نظام خليجي آخر هو نظام الإمارات العربية المتحدة التي عقدت العزم على محاربة ثورات الربيع العربي وحماية الأنظمة التي استهدفتها كما أن الإمارات كانت تتوجس خيفة من مصير عدن تحديدا يعني كان لها مصلحه في بقاء علي عبد الله صالح خوفا من فوات مصالحها في عدن فمن المعروف ان عدن تشكل تهديد وجودي لموانئ دبي وكان المخلوع قد عقد صفقه خاسره من المنظور اليمني مع الامارات يصبح بموجبها ميناء عدن تابعا لشركه موانئ دبي في مقابل يعني مبلغ يحصل عليه الى جيبه كان الرئيس هادي فيما بعد قد طلب بعد توليه بعد تولي منصب الرئاسة كان قد طلب إعادة النظر في هذا الاتفاق وهو الأمر الذي ألب عليه محمد بن زايد نحن هنا طبعا لا نقول شيء جديد يعني مثل هذا الكلام أصبح معروف ومشتهر في الأوساط لكننا نحاول أحيانا تذكير الناس تذكير تذكير الجمهور بالبدهيات نحاول أحيانا تذكير الجمهور بالبدهيات لماذا؟ لأن الجمهور أحيانا يفقد ارتباطه بالبدهيات ويعتقد انه غير معني بها بعض التفاصيل وسائل الاعلام وسائل الخداع للثوره المضاده تحاول صرف الناس الى قضايا تفصيليه يوميه بهدف العبث بذاكره الناس لكي يسهل تمرير ما تريد الى هذه الذاكره هذه البدهيات هي مفاتيح المشهد حتى لا ننجر الى استخدام مفاتيح اخرى تقودنا الى إلى نتائج خاطئة ومواقف خاطئة. علي عبد الله صالح مارس الكثير من الخداع على اليمنيين. وما زال يمارسه. ومع أن الكثير من اليمنيين قد عرفوا حقيقته إلا أن الكثير أيضا ما زالوا في حالة غيبوبة. ذاكرة بعض الناس كما يقال ذبابية. يقول العلماء أن ذاكرة الذباب قصيرة جدا فهي لا تتعدى الخمس ثواني فقط. وكثير من الناس ذاكرته لا تتعدى الساعات. يعني لا يستطيعون تذكر تاريخ الخداع لعلي عبد الله الصالح وهو تاريخ طويل يعني بامكاننا ان نذكر الجمهور بحادثه واحده ظهر فيها المخلوع في عشيه انتخابات 2006 ليعلن للناس انذاك ان الحارس او الياور اللي وراء فيصل بن شملان منافس فيصل بن شملان خرج علي عبد الله صالح في تلك اللحظات يعني في شكل مسرحي وباداء مسرحي يكشف ان هذا الحارس او هذا اليور كان من عضو في القاعده وفي جماعه الجهاد قبل ان تنكشف الخدعه طبعا ويعرف الناس ان الشخص المقصود او المذكور هو احد عناصر الامن المدسوسه من قبل صالح نفسه يعني في حمله خصمه تعالوا نستمع الى صالح وهو في هذا المشهد التمثيلي ثم نستمع لعميد المخفيين كسرا الاستاذ محمد قحطان وهو يرد علي انذاك هذه واحده من صور الخداع والتمثيل اننا اكتشفنا شخص ارهابي كبير كان ينوي بعمل اعمال ارهابيه في العاصمه صنعاء ضد منشات امريكيه وفندق موفنبيك وهو اتضح في الصوره اهو هذا الـ 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 الولد الياور الياور الذي يقف أمام مرشح المشترك هذا الشيء الخطير أنه يظهر في الصورة أمام أه وراء مرشح المشترك وهذا من العناصر الإرهابية إذا الم 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 المسألة إحنا كنا نقول أنها لا في إطار أه ما يسمى القاعدة أو الجهاد ولكن شيئا جديدا يظهر لنا حول هذا الارهابي الذي القى القبض عليه بكميه من المفرقعات والدنميه وهو يقف خلف مرشح المشترك فهذا يدينا علامه سؤال وسؤال وسؤال وكيف نكون يقظين ويعني حريصين ان نتابع مثل هذا الخيوط استمر بمرافقه الاستاذ فيصل بن شملان الذي هو اصلا لا مرافقين له طيله حياته يعني بس الا مع وجود الحمله. عمل لمده ثمان ايام. جاءتنا على اثر ذلك ملاحظات من اعضاء اللقاء المشترك من جيرانه. قالوا كيف قبلتم هذا وهو عنصر في اجهزه الامن وعلى علاقه بكثير من ضباط الامن. اخيرا كما نقول دائما ليست المشكله في صالح فهو في نهايه الامر مجرد فرد ضعيف ما كان له ان يصل الى هذا الموقع الخطير في المجتمع لولا ان المجتمع نفسه كان قد اهمل واجباته الاساسيه تجاه نفسه من زمن بعيد المجتمعات احيانا تفرط في حقوقها من وقت طويل وتتراكم اخطاؤها مشكلاتها فياتون في لحظه من اللحظات يجنوا هذا ثمرة هذا التراكم من الاخطاء المشكله ليست في صالح ولكن في اشباه صالح الموجودين بكميه كبيره في المجتمع، بعضهم بعض هؤلاء الاشباه من النخبه التي فسد فسد ضميرها ووعيها. واكثرهم من هذه الاكثريه البسيطه التي حرمت من التعليم الجيد وحرمت من الشعور بحجم الكارثه التي هي فيها، يعني احيانا الانسان يحرم حتى من 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 الشعور بالبأساه التي هو فيها. يكون عايش في في وضع مأساوي في وضع سيء لا يقبل به الانسان الطبيعي ومع ذلك لا يشعر تخرج وسائل الاعلام تجري معه مقابله واذا به يذكر الجلاد بالخير يقول لك علي صالح هذا كان من احسن من مر علينا في التاريخ وينسى انه كان في حالة انه في حاله جحيم ان علي عبد الله الصالح اوصل الى الجحيم هذا الخراب الذي اوصلنا اليه هذا الرجل ما زال هناك من يعتقد انه قد يكون حمامه سلام هناك يمنيون يعتقدون ان علي عبد علي عبد الله الصالح قد يكون حمامه سلام في المستقبل والاعجب ان هناك من المتعلمين والمحسوبين على المثقفين من يقدم نفسه يعني من يقدم يقدم حلول ترقيعيه ترحل المشكله ولا تحلها يعني بدلا من التفكير في حلول جذريه ونهائية وجريئة تنهي الصراع أو تنهي أسباب الصراع السياسي والفشل السياسي في اليمن هناك من يفكر فقط في حلول تحفظ له بعض مصالحه وامتيازاته الشخصية اللي حصلها مع النظام السابق أتحدث عن النخب التي تحتفي اليوم بالمخلوع يعني علي عبد الله الصالح سر قوته في جهل الآخرين وفي ضعفهم وفي فقدانهم للوعي السياسي الكافي علي عبد الله صالح الذي قادنا الى هذا الخراب لا يمكن ان يكون حمامه السلام في المستقبل الى هنا تنتهي حلقه اليوم نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله وحفظه